اهلا وسهلا بيكم في ساندوتش وحاجه ساقعه. النهارده هنعمل ساندوتش برجر فراخ بالبابريكا والجنزبيل. المكونات: فراخ، صدور فراخ وخليط بين الصدور وبين الوراك بس مفرومين، بودره ثوم، بودره جنزبيل، شطه وبابريكا، ملح وفلفل ودقيق. نجيب الاول بس رش الدقيق كده، رشة ملح على الدقيق، وبعد كده نحط الشطة والبابريكا، بودرة الثوم، الجنزبيل، نحط الزيت، نخلطهم. في الدقيق وجريل عليه زيت، نحطها نسخن العيش معاها. جهز الساندوتش. نايس. خس. طماطم. البرجر. كاتشب. حلقتين بصل، ممكن حلقة فجل، كده الساندوتش بتاعنا جاهز. ساندوتش برجر فراخ، ساندوتش وحاجة ساقعة لهنا وشفا. النهارده هنعمل عصير مانجا بالليمون. المكونات: مكعبات مانجا، ايس كريم، سكر، بودرة كريمة خفق، عصير ليمون وحلقات ليمون متقطعة ومتقشرة. نحط المانجا، ايس كريم، ليمون، عصير ليمون، كريمة الخفق والسكر، نزود شوية مية للتخفيف، نخلط. تمام كده العصير بتاعنا جاهز، عصير مانجا بالليمون، ساندوتش وحاجه ساقعه للهنا والشفا.